طبعا. وانت فاكر كده حلواني ما شاء الله، فاكر 25 5 ويوم سبت اول مباراه ليك كانت داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي رسميه بقى، كانت مباراه تفتكر؟ وانا صغير كانت بطوله بنلعبها واحنا كان عندنا 11 سنه، كانت النادي الاهلي كان بيعمل في الـ في الـ في الـ في الصيف يا اسامه بطوله صيفيه كده، في البطوله في النادي الاهلي ساعتها كانت مستر الخواجه هو اللي كان مسؤول عننا، الخواجه اللي هو كان مسؤول عننا اللي هو كان هولندا كروفر عامل لنا دوره كده معينه في الصيف اللي هي بتجيب اهلي زمالك الصيد دوره مجمعه كده، دي كانت اول بطوله العبها مع النادي الاهلي. الحمد لله البطوله دي خدت فيها الهداف وخدت فيها احسن لعيب الحمد لله، يعني كنت مميز الحمد لله، يعني كان من اهم البطولات، كنت صغير جدا عندي 11 سنه، كانت دي البطوله يعني خلت الناس وانا صغير حتى في الاعضاء بتوع النادي الاهلي او النادي الاهلي او البتاع اللي هو يقول لك ده في ولد صغير اسمه عمرو حلواني هيبقى ان شاء الله حاجه كويسه في النادي الاهلي، يعني ده كان اول لقاء لي. عايز اعرف بقى منك اول مكافاه، لكن هعرفها ولكن بعد الفاصل. ماشي.